وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه واحسن حال. حلقه النهارده حلقه مهمه واتطلبت مني كتير جدا. ناس كتير بتسالني يا دكتوره كلمينا عن الخطوط البيضاء او الخطوط الحمراء او علامات التمدد، واللي يعني بتتسمى باسم الاسترتش مارك. بنمشي ورا علاجات كتير ومش بنوصل لاي حاجه، والموضوع زي ما هو ويمكن يكون أسوأ. وعلشان كده في حلقه النهارده هكلمكم عن اربع حاجات مهمه جدا. اول حاجه لازم نفهم ايه هي فكره الخطوط البيضاء ومين الناس اللي بتحصل لهم المشكلة دي. تاني حاجة ازاي نعالج الخطوط دي لما يكون لونها احمر. تالت حاجة ازاي نعالجها لما يكون لونها ابيض. ورابع حاجة ازاي اصلا نحمي نفسنا من اننا يحصل لنا الستريتش مارك. خليكم معايا وسجلوا لانها هتكون حلقة مهمة جدا. ما تنسوش لايك للفيديو، سبسكرايب في القناة وفعلوا علامة الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوز اللي انا بعملها اول باول. ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار سيبهولي وانا هجاوبكم عليه. علشان نعرف نعالج مشكلة الخطوط البيضاء لازم نفهم المشكلة دي بتحصل ليه. ركزوا معايا لان النقطة دي هيترتب عليها الفيديو كله بعدين. الجلد بيتكون من 3 طبقات. اول طبقة هي الطبقة اللي من بره دي وهي اسمها البشرة، دي هي الطبقة الخارجية. تاني طبقة هي الطبقة المتوسطة واسمها الأدمة، والتالت طبقة هي الطبقة العميقة ودي تبقى موجودة في الآخر. طيب انا يهمني الطبقة المتوسطة. الطبقة المتوسطة فيها بروتين مهم جدا اسمه الكولاجين. طب الكولاجين ده عبارة عن ايه؟ الكولاجين ده عبارة عن مادة متينة ومرنة جدا، هي بتربط الأنسجة كلها مع بعض. اللي بيحصل في مشكلة الخطوط البيضاء ان الكولاجين بيبدأ يقل، وبالتالي الجلد بيبقى اقل مرونة، وعلشان كده لما بيتمدد بتبدأ تظهر الخطوط على طول. يعني هو لما بيبدأ يتمدد زي كأنك مثلا ماسك كيس والكيس بتشده على الآخر، فيبدأ يظهر كده خطوط على طول الكيس كله. الخطوط اللي بتظهر دي بقى هي عبارة عن خطوط طويلة او خطوط ضيقة. في الاول بيبقى لونها احمر او وردي او بني غامق، وبيبقى مصاحب ليها كده احساس بالهرش، عايز تهرش في المكان ده، ومع الوقت بتتحول للون الابيض. طيب بتظهر فين؟ بتظهر في اماكن كتير، من اشهرهم البطن او الثدي او الدراعين او الارداف، دي من اشهر الاماكن اللي بتظهر فيها علامات الستريتش مارك. قبل ما نتكلم عن العلاج خلينا نعرف مين اكتر الناس اللي ممكن يصابوا بالخطوط البيضاء. اول حاجة هم النساء، وهم اكتر ناس معرضين للموضوع ده. من 50-90% ممكن يصابوا بالخطوط البيضاء اثناء فترة الحمل. تاني حاجة بتصيب الاطفال اثناء البلوغ او في النمو السريع، او اللي هي بنسميها مرحلة المراهقة. اشخاص معرضين للخطوط البيضاء هم الاشخاص اللي بيحصل لهم زيادة في الوزن بشكل مفاجئ، الناس اللي بتزيد مرة واحدة في الوزن. طبعا الجلد مش بيستوعب الموضوع ده وبتبدأ تظهر على طول الخطوط البيضاء. رابع اشخاص هم الاشخاص اللي بيستخدموا مستحضرات او كريمات لفترة طويلة بتحتوي على مادة الكورتيكوسترويد. المادة دي للأسف بتأثر على الكولاجين الموجود في الجسم وبتقلله، وعلشان كده بتحصل المشكلة دي. خامس اشخاص وهم لاعبين كمال الاجسام. ايه ده يا دكتوره، ده واحد بيلعب كمال اجسام يعني المفروض يبقى جسمه صحي ومبقاش عنده اي مشكله. افهمكم الموضوع ده بيحصل ازاي. لاعب كمال الاجسام لما بيروح الجيم بيلعب باوزان تقيله، وبالتالي العضلات بتبدا تكبر وبتبدا تتنفخ، وعلشان كده الجلد مش بيستوعب الموضوع ده وبيبدا يحصل تشققات. وخاصه لو كان لاعب كمال الاجسام بيدخل التمرين على طول من غير ما يعمل التسخين او الاحماء، او اذا كان بياخد منشطات، ده بيؤدي الى نفس النتيجة دي. وبالنسبة للمنشطات والمكملات فده موضوع مهم جدا، وانا عملت عنه حلقة مهمة تقدروا تشوفوها من الدايرة اللي هتظهر لكم فوق. وبكده يبقى احنا عرفنا مين الاشخاص اللي ممكن يصابوا بالستريتش مارك. تعالوا نتكلم عن العلاج. العلاج انا عندي جزئين. اول حاجة جزء خاص بالاشخاص اللي عندهم الخطوط بيبقى لونها احمر. تاني جزء هو جزء خاص بالاشخاص اللي عندهم الخطوط لونها ابيض. لو انت عندك الخطوط لونها احمر يبقى هتستخدم كريم لعلاج الموضوع ده، واقوى 4 كريمات موجودين، بس هتختار منهم واحد بس، هما الكريمات دي. اول
اول حاجه سيباميد انتي ستريتش مارك كريم، تاني كريم هو فيتشي انتي ستريتش مارك كريم، تالت كريم هو بالمرز ستريتش مارك، ورابع كريم هو ماستيلا دبل اكشن. تختار منهم واحد بس. طيب الاستخدام ازاي؟ هنستخدمه من مده من 3 ل 6 شهور، وتستخدمه مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل. هتاخد منه حته وتدهن على المنطقه اللي فيها العلامات دي، وتدهن في عكس اتجاه عقارب الساعه علشان تنشط الدوره الدمويه. الحقيقه ان الكريمات دي ممتازه جدا لعلاج الخطوط الحمراء، بس اهم حاجه زي ما قلت تستمروا عليها من فتره من 3 ل 6 شهور، وبالنسبه للاسماء والاسعار هسيبها لكم في صندوق الوصف. طيب لو انت عندك بقى الخطوط دي لونها ابيض هتعمل ايه؟ الحقيقة الخطوط البيضة دي بتبقى في علاجها محتاجة وقت اطول شوية من الخطوط الحمراء، ومش بس كده محتاجة علاج اعمق، علشان كده مش هينفع اعالجها بكريمات، محتاجة اعالجها بواحد من 3 حلول هقولها لكم دلوقتي. اول حل والحل اللي انا برشحه بقوة هو العلاج باستخدام الديرمارول. الديرمارول بقت من اشهر الحاجات دلوقتي اللي بتساعد في علاج الخطوط البيضاء، بس في مشكله صغيره انه احنا محتاجين ديرما يكون الحجم بتاعها 2 سنتي، علشان زي ما قلت لكم المشكله موجوده في الطبقه المتوسطه من الجلد، فانا عايزه ديرما يكون حجمها كبير شويه علشان تقدر توصل للطبقه المتوسطه. وعلشان كده انا مش بنصحكم ابدا انكم تعملوا الحل ده في البيت، الحل ده يتعمل في عياده الا لو انت واخده على استخدام الديرمارول. اما لو انت لسه بتسمعي انا مثلا دلوقتي اول مره، يبقى ما تعمليش الموضوع ده ابدا، وتروحي تعمليه في العياده زي ما قلت، يبقى ديرما الحجم بتاعها 2 سنتي بس. بقى علشان تاخدي نتيجه افضل، يبقى بعد ما تستخدمي الديرما على طول تحطي على المنطقه المصابه حاجه من الحاجات دي، يا اما زيت خروع، يا اما زيت ارجان، يا اما زيت جوجوبا، يا اما زبده الشيا، يا اما اي سيرم بيحتوي على الهيالورونيك اسيد. اشهر سيرم هو الفيتشي مينرال، ده كويس جدا. لو ما لقيتهوش زي ما بقول، يبقى شوفي اي سيرم بيحتوي على الهيالورونيك اسيد، وكده يبقى ده عندنا اول حل. بس الموضوع ده لازم نستمر عليه فتره طويله، مش من مره او من مرتين، العلاج ده ممكن ياخد من 6 شهور لسنه مثلا. تاني حل معانا وهو العلاج بالليزر او الفراكشنال ليزر. طيب يا دكتوره هو العلاج ده عباره عن ايه؟ العلاج ده هو عباره عن ومضات قويه جدا بيوجهوها ناحيه المنطقه المصابه، وبتعمل على تحفيز مادة الكولاجين الموجودة في طبقات الجلد. والحقيقة العلاج ده فعال جدا، لانه مع ناس كتير بعد 5 جلسات بالظبط شافوا فرق كبير جدا في الخطوط البيضاء، بس يعني المشكلة بتاعته ان هو غالي ومكلف شوية. تالت حل هو العلاج باستخدام الكربوكسي. ايه فكرة العلاج باستخدام الكربوكسي؟ من اسمه كربوكسي، يعني غاز ثاني اكسيد الكربون، بيتم حقنه بواسطة حقن كده رفيعة ودقيقة جدا، بيحقنوها تحت الجلد. دي بقى بتعمل ايه؟ بتساعد على تدفق الدم وتجدد الخلايا، وبتحفز من انتاج الكولاجين. وبكده يبقى احنا عرفنا العلاج ازاي نعالج الخطوط لما تكون حمراء، وازاي نعالج الخطوط لما تكون بيضاء. نيجي لأهم حاجة وهو الوقاية، ازاي اقي نفسي من الاصابة بالستريتش مارك. هم عبارة عن 5 نقط. اول نقطة وهي التدرج في النزول في الوزن، وده موجه للناس اللي بتخس. لما تيجي تخس ما تخسش بسرعة كبيرة، او تستخدم انظمة خاطئة او رياضات خاطئة. لما تنزل انزل بشكل تدريجي. اهم حاجة النزول في الوزن بشكل صحي، ده مش هيعمل مشاكل في الجلد، لكن لو نزلت بسرعة ونزلت بشكل غلط، يبقى طبعا الجلد بتاعك هيتضر جدا. تاني نقطة وهي الرياضة. الرياضة مهمة جدا علشان بتحافظ على جسمك بشكل صحي وبشكل مرن، ومش بقولك كل يوم، كفاية قوي مرتين في الأسبوع. تالت نقطة مهمة جدا، اشرب مية. لازم تشرب مية كل يوم، مش أقل من 8 كوبايات بما يعادل 2 لتر. شرب المية بيساعد على الحفاظ على البشرة الرطبة، وبيحميها بشكل كبير جدا من التشققات ومن ظهور الخطوط. رابع نقطة وهي الأكل. لازم في أكلك تركز على نقطتين مهمين جدا، أول حاجة البروتينات، تاني حاجة الخضار والفواكه. الحاجتين دول مهمين جدا، لأنهم بيدوا الجسم كل العناصر الغذائية، وبيبقى أبعد ما يكون عن حدوث أي مشاكل،
عكس لو انك ركزت على النشويات والسكريات هتلاقي فيه مشاكل كتير جدا منها السمنة، والمشاكل دي طبعا هتعمل نفس المشكلة. اخر نصيحة موجهة للرياضيين ولاعبين كمال الاجسام، قبل ما تعملوا اي رياضة او قبل ما تدخل الجيم ما تنساش وما تكسلش اهم حاجة لازم التسخين او الاحماء، وياريت تقللوا من استخدام المنشطات لانه زي ما قلنا دي بتؤدي لمشاكل كبيرة جدا. وبكده يبقى احنا عرفنا كل حاجة عن مشكلة الخطوط البيضاء، وفهمنا المشكلة دي عبارة عن ايه وبتحصل لمين، ازاي نعالج الخطوط لما تكون حمراء، وازاي نعالجها لما تكون بيضاء، وازاي اصلا نحمي نفسنا ونقي نفسنا من ظهور المشكلة دي. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة وقدرت اقدم لكم معلومات مفيدة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك، سبسكرايب، شير الفيديو في كل حتة، واشوفكم على كل خير الحلقة الجاية ان شاء الله. باي باي.